إدارة الهلال الأحمر بإغلاق مشفى الهلال الأحمر في طول كرم. كان هنالك عدة وقفات نظمت احتجاجا على هذا القرار وعلى الاستغناء عن خدمات مقدمة من 31 من العاملين. هذه الوقفة نظمت من قبل فصائل العمل الوطني، كانت حاضرة، كافة الموظفين أيضا حاضرين. لكن ماذا عن الأسباب التي دفعت إدارة الهلال الأحمر لاتخاذ مثل هذا القرار؟ السيد مأمون عباسي نائب مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعدت صباحا سيد مأمون. يسعد صباحك وصباح المستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني سيد مأمون، نحن نستفسر حول الأسباب التي والمصوغات التي دفعت إدارة الهلال الأحمر لاتخاذ مثل هذا القرار. الحقيقة بأنه هذا موضوع ليس طارئ وليس حديث منذ سنوات طويلة، والموضوع يتدحرج ويأخذ أبعاد مختلفة ومتعددة، والكل يعلم في الشارع الكرمي أن مشكلة المستشفى هي مشكلة قديمة وليست مشكلة حديثة. منذ فترة طويلة حاولنا حل هذه الإشكالية والتدخل حل هذه الإشكالية، ولكن تدخلاتنا باءت بالفشل. من شان أكون دقيق وأحدد الإشكالية بمحورين. المحور الأول هو دخل المستشفى. كما تعلمين هو مستشفى فقط للولادة، عدد حالات الولادة الشهرية لا تغطي النفقات الشهرية للمستشفى، وهذه إشكالية مستعصية من فترة طويلة. عملت إدارة الفرع هنا عقد اتفاقية لتأسيس قسم جراحي من تقريبا 15 سنة مع جراحين لاستثمار الموقع، ولكن للأسف هذه الاتفاقية وهذا القسم الجراحي بدل أن يكون عامل مساعد للمصاريف أصبح عبء جديد على المستشفى. حاولنا من فترات طويلة وتدخلنا في المقر العام مع أكثر من طرف من أجل إنهاء تعاقد القسم الجراحي واستعادة هذا القسم الجراحي للجمعية واستثماره واستغلاله في مجالات تخدم الجمعية، ولكن المتعاقدين معنا في القسم الجراحي رفضوا التعاون معنا. تدخل عطوفة المحافظ عصام أبو بكر أكثر من مرة وفي أكثر من اجتماع، تدخلت الهيئات الرسمية في طول كرم أكثر من مرة وفي أكثر من اجتماع، ولكن للأسف بدل أن تحل المشكلة تدحرجت وتطورت إلى المحاكم وإلى القضاء، وهدول المستثمرين بيقاضونا في المحاكم وكأنهم يعني تناسوا بأنه الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية وطنية تعمل من أجل خدمة الناس وليست جمعية ربحية. لكن تراكم هذه المديونية وتراكم المبالغ الكبيرة على الجمعية وصرفها بمبالغ طائلة تجاوزت المليونين شيكل خلال السنتين الماضية أدت أنه الجمعية تأخذ هذا القرار. نعم، يعني ربما الإشكالية توضحت الآن بأن هنالك تراكم لمديونية ومستحقات أدى إلى كما ذكرت اتخاذ مثل هذا القرار. لكن البعض يستفسر لماذا تم السماح باستمرار هذا الوضع ولم يتم المعالجة سابقا أولا بأول حتى لا تتراكم وتزداد كمية الديون أيضا والمستحقات التي ذكرتها والمتمثلة في الإشكالية التي أدت بكم إلى اتخاذ مثل هذا القرار. يا ستي إذا سمحتي، لم تتراكم الأمور ولم يعني لم تترك، يعني حاولنا علاج المسألة مع الهيئات الرسمية وعلى رأسها عطوفة محافظة الكرم. حاولنا مع رئاسة الوزراء، حاولنا مع شخصيات اعتبارية كثيرة التدخل من أجل حسم هذا الخلاف، ولكن للأسف لم نصل إلى نتيجة. وأنا يعني بصراحة يعني دعيني أوجه رسالة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى كافة الفعاليات الوطنية في طول كرم. أنا أهيب بهذا الشارع الكرمي الحي بفعالياته ومؤسساته، طالما هم يعلمون علم اليقين أن الإشكالية الكبيرة هو القسم الجراحي ومن تعاقد معه، فليتفضلوا من أجل إقصاء أصحاب هذا التعاقد الذي كان على حساب الجمعية. وفيما بعد كل الحلول هي واردة وكل الخيارات واردة، وقد نعيد
افتتاح المستشفى، وأنا أدعو الهيئة الإدارية للفرع باستلام مهامها واستلام مسؤولياتها واستعادة المستشفى واتخاذ القرارات المناسبة. نعم، يعني هنا سيد مأمون، أليس من المفترض أن نؤكد دائما وأن تكون بصراحة المعادلة بأن هذه المؤسسة يجب أن تكون أكبر من الأشخاص، كما ذكرت أنها مؤسسة وطنية، ومن الطراز الأول في موضوع أنها خدماتية وطنية قديمة لها تاريخ طويل جدا حين نتحدث عن الهلال الأحمر ومشفى الهلال الأحمر وما يقدمه، وبالتالي أليس من المفترض بصراحة يكون هنالك يعني وقفة جادة بخصوص موضوع المشفى واستمراريته وعدم إقفال أو إغلاق هذا المشفى؟ الحقيقة بأنه المكتب التنفيذي للجمعية ورئاسة الجمعية وإدارة الجمعية تبحث هذا الموضوع بجدية منذ سنوات طويلة، ولكن العبء المالي المتراكم على الفرع، العباء المالية المتراكمة على الفرع والمبالغ الطائلة التي دفعناها في المقر العام والتي زادت عن 2,000,000 شيكل كما قلت لك في السنتين الماضيتين، جعلتنا نفكر بأن الجمعية لها أهداف وعمل مع كافة قطاع أبناء شعبنا وتعمل في كافة المجالات. لا يمكن أن نظل محصورين في هذا المستشفى الذي كان مهدد بالإغلاق على فكرة بالمناسبة منذ 6 سنوات. نعم. أكثر من مرة تم التلويح والحديث بأنه هذا المستشفى يجب إغلاقه لأنه في حالة الاحتياجات الكرمية لحالات الولادة. هناك مستشفيات كبيرة تنافس الهلال الأحمر، وعدد حالات الولادة في الهلال الأحمر لا تتجاوز 80 شهريا، وبالتالي هناك إشكالية متراكمة متصاعدة منذ فترة طويلة. نحن ننظر بجدية إلى هذه الإشكالية، حاولنا بكل جد وبكل صدق، وأنا حضرت سلسلة من الاجتماعات في مكتب عطوفة محافظة طولكرم، والتقيت مع المؤسسات والفعاليات الشعبية في طولكرم، وكان لنا أكثر من وحتى في مجلس الوزراء. يا ستي للأسف مش ماخدين قرار بخصوص المركز الجراحي. أنا لكن هل إذا حلت مشكلة القسم الجراحي سيلغى قرار الإغلاق؟ على يعني قد يكون، نعم قد يكون مقدمة لوضع خطة تطويرية، استثمار غرفة العمليات وغرفة الطوارئ والعيادات الاختصاص قد تكون مقدمة. نعم هذا إشكالية يعني متراكمة للجمعية منذ سنوات طويلة، ونحن نحاول معهم، يرفضون ذلك يعني وكأنه في حدا فوق القانون في البلد. طب لماذا لا يتم فتح تخصصات وأقسام جديدة لتحسين الوضع؟ يعني لماذا الانحصار على يعني طبيعة ربما الأقسام الموجودة، أحدهم مغلق حتى هذه اللحظة وبالتالي أدى إلى إشكاليات كما ذكرت أخرى، وبالتالي لماذا الاقتصار على موضوع قسم الولادة مثلا؟ لماذا لا يتم التوسع وفتح آفاق جديدة في هذا المشفى، كونه مشفى كما ذكرنا من البداية مؤسسة وطنية وخدماتية من الدرجات الأولى؟ دعينا نعترف ستي هون أنه الاتفاقية التي وقعت مع القسم الجراحي قبل 15 عاما كانت مجحفة بحق الهلال الأحمر الفلسطيني، وللأسف كان فيها بعض الجنود التي تتطرق أنه إذا بدنا نفتح عيادات اختصاص فيجب أن يكون من خلال القسم الجراحي، غرفة طوارئ يجب أن تكون من خلال القسم الجراحي. كان خطأ يعني فادح توقيع هاي الاتفاقية اللي قيدتنا ومنعتنا من التطوير. عشان هيك احنا بنعتقد بانه انهاء الاتفاقية مع القسم الجراحي واغلاق هذا القسم الجراحي قد يفتح آفاق جديدة في العمل ويفتح مجال للتطوير في المستشفى وقد ينهي المشكلة. وبالمناسبة ليس لدينا اي اشكالية مع الموظفين في مستشفانا في فرع طولكرم، ليعلم الجميع انهم زملائنا واخوتنا واحبتنا، المشكلة ليست لها علاقة بهم، ونحن نعلم أنهم ليسوا طرف في توقيع الاتفاقية وليسوا المسؤولين عن توقيع الاتفاقية. الإشكالية بتوقيع اتفاقية مجحفة بحق الهلال الأحمر الفلسطيني، قيدت عملنا، قيدت آفاق تطورنا، وبالتالي أثرت سلبا على الوضع والدخل في المستشفى، وهذا ما نعاني اليوم. وبالمناسبة ستي اليوم الساعة 12 في اجتماع ولقاء في مجلس الوزراء سنحضره
وسنعمل بجدية من أجل محاولة حصار هذه الإشكالية وإنهاءها. وفي حالة تم التوافق على إغلاق القسم الجراحي قد تتفتح آفاق جديدة للحل. نعم، يعني لربما أيضا هنا نود التنويه أن مثل هذا النوع من الاتفاقيات بالتأكيد الاستفسار حول يعني الاتفاقيات قد تأخذ وقتا سيد مأمون، ما بين عادة بخصوص توقيع الاتفاقيات والتعديل عليها أو التغيير، يعني لها وقت في المحاكم. وبالتالي نذكر أن القضايا هذه أو لربما الاتفاقيات تكون مع المستثمرين، وبالتالي لا يمكن أن يؤخذ القرار مباشرة بالإغلاق، بل ربما سيكون هنالك حوارات أو استماع، وكما ذكرت اليوم الاجتماع أيضا لديكم الساعة تمام الساعة 12، وبالتالي سيكون إن شاء الله فرصة، قد تكون هذه الفرصة يعني بصيص أمل بالنسبة للموظفين، بالنسبة لهذا المشفى، بالنسبة لهذه المؤسسة. ستي بالمناسبة الحوار مفتوح منذ 3 سنوات، يعني احنا ما بدنا نفتح الحوار اليوم. الحوار أشبع نقاش ونقاش 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 منذ 3 سنوات. فبالتالي يعني أعتقد بأنه على القوى الحية في طولكرم أن تقف وقفة. لا يمكن أن يعطل قسم جراحي لمستثمر هو المستفيد الأول والأخير من هذه الاتفاقية حياة 31 أسرة. لا يمكن، عليهم أن يقفوا معنا وصفا مع الهلال الأحمر باعتبارنا جمعية وطنية نخدم الجميع. على القوى الوطنية الحية في طول كرم أن تقف معنا وجنبا إلى جنب. يعني هذا المستثمر مش يعني سيد مأمون، الغريب في الموضوع هذا المستثمر مش ابن البلد، مش بيعرف بحال البلد، مش بيعرف بوطنية هذه المؤسسة. وهذا ما نستغربه. وهذا تماما ما نستغربه. وعملنا معه وفق القانون قبل تقريبا 3 سنوات. كانت الاتفاقية هي تجدد بالمناسبة كل 5 سنوات. وجهنا له كتابا خطيا، ليس لدينا رغبة بتجديد الاتفاق معك. وجلسنا عند عطوفة المحافظة أبو بكر لإنهاء هذا الخلاف. فاجأنا ونحن في الاجتماع رفع قضية على الهلال الأحمر، وأحضر قوات الشرطة ألو نعم أستاذ مأمون تفضل. وأحضر الشرطة إلى القسم لإغلاقه ومنعنا من التصرف فيه أثناء ونحن مجتمعين. فالموضوع هو يعني قديم حديث. نعم. مشبع نقاشا، مشان هيك بعيد مرة ثالثة كل المستمعين من طول كرم قوانا الوطنية الفاعلة، الفعاليات الوطنية، وهم يعلمون علم اليقين أساس وأزمة الإشكالية في طول كرم أن يقفوا معنا ويضعوا حد لهذا المستثمر من شان تنطلق آفاق جديدة للتعامل مع المستثمر. ولربما هنا فرصة أيضا للإدارة العامة في الهلال كي تكون أكثر حذرا، وألا يتم وضع مصير مؤسسة كاملة وعائلات يعني ما يزيد عن 31 عاملا بصراحة موظف في هذه المؤسسة، سيتم الاستغناء عن خدماتهم، وبالتالي عائلات ستكون بلا معيل. يجب أن يتم التنبه والتيقظ أن المؤسسة أكبر من الأشخاص، وألا يبقى مصير هذه المؤسسة بيد مستثمر أو اثنان أو ثلاثة، لا أدري العدد، ولكن الأهم هو النتيجة، لأن الأمور دائما أبدا تقاس بنتائجها. إجمالا أشكرك جزيل الشكر سيد مأمون عباسي نائب مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حدثنا بتعريج ووقفة حول مصوغات أو لربما الأسباب التي دفعت إدارة الهلال لاتخاذ قرار إغلاق مشفى الهلال الأحمر في طول كرم، وهذا بالتأكيد يأتي بالتزامن مع وقفة احتجاجية كانت قد نظمتها فصائل العمل الوطني وشخصيات اعتبارية، نخبة من محافظة طول كرم، مواطنين أيضا موظفين كانوا حاضرين في هذه الوقفة الاحتجاجية. سنواصل المشوار.